أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن وقف تسيير رحلاتها بين لندن وطهران أواخر سبتمبر المقبل. وأوضحت الشركة أن عملية التشغيل هناك لم تعد مجدية من الناحية التجارية. وعلى خطى بريطانيا، أعلنت فرنسا كذلك وقف رحلاتها الجوية إلى إيران ابتداء من مطلع سبتمبر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الشركات الأوروبية العاملة في إيران.